هذه السائلة تقول: ما حكم سفر المرأة للسياحة؟ وأختم بهذا السؤال: في صحبة آمنة ولكن بدون محرم، السفر مطلقا للسياحة أو لغيرها، ولم يستثني بعض العلماء إلا حج الفريضة وعمرة الفريضة عند من قال بي أن العمرة تجب في العمر مرة. فحج عفوا بالنسبة لسفر السياحة أو الحج ما بعد الفريضة، أحيانا بعض النساء يقمن بحج النفل أي حج، قمن بحج الفريضة ثم تريد أن تحج مرة ثانية وثالثة، فأي سفر بهذه الصورة لا يجوز إلا مع محرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن تسافر إلا ومعها محرم. يجب أن يكون المحرم، وما يتعلق بالحج حج الفريضة هذا الذي يشترط فيه الرفقة الآمنة. فلذلك علينا أن نحافظ على هذا الأمر وأن لا نتخفى في مثل هذه المسائل. أشكركم على كريم متابعتكم، إن شاء الله نلتقي في الأسبوع المقبل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.